لأن إحنا في بلد يحكم القانون ويعني يعطي كل ذي حق حقه ويحافظ على حقوق جميع الناس وفق القانون. أصدرت البحرين الكثير من القوانين اللي تحفظ حقوق الناس بمختلف فئاتهم، ومن بينهم قانون الولاية على المال اللي صدر في سنة 1986، اللي نص على تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتبارها هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، وتكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ ويجري تنفيذها تحت إشراف وزير العدل ورقابته. بنعرف أكثر عن هذا القانون مثل ما عودناكم في كل أسبوع في فقراتنا القانونية مع الدكتورة وفاء جناحي، أستاذ القانون المساعد في جامعة البحرين. مساك الله بالخير دكتورة. دكتورة، لو أطفال أورثوا أموال معينة عينية أو نقدية سواء من والدهم أو من والدتهم أو من أحد أقربهم، شلون يكون وضعهم القانوني؟ عندنا في البحرين طبعا مثل ما بينتي حدد لنا أو نظم لنا قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1986 هذه المسألة، بحيث أنه هو حدد لبعض الأشخاص اللي تولون مهمة رعاية مصالح القاصر، والقاصر احنا نعني في القانون هو من لم يبلغ 21 سنة، لأن سن الرشد عندنا في البحرين من 21 سنة وطالع. فحدد هذا القانون وفر حماية لهؤلاء الأشخاص الذين يعجزون عن رعاية مصالحهم بأنفسهم بأنه وضع لهم شخص معين يدير عنهم أموالهم في هذه الفترة. طبعاً إذا توفى الولي خلينا نقول عن مجموعة من الأبناء وعن حمل مستكن خلينا نقول، ففي هالحالة مجلس الولاية على أموال القاصرين بتحدد الشخص الذي يليه، وغالبا القانون حدد لي الشخص اللي بتولى إدارة أموالهم، خاصة لما يورثون عقارات ولما يورثون مباني ويحصلون عليها إيجارات. فالقانون حدد أنه يكون الجد من جهة الأب، يعني الجد الصحيح احنا نسميه من جهة الأب. إذا كان الجد متوفي مع الأب والأب لم يعين وصي معين، لأنه ممكن الأب خلال حياته نفرض كان مريض مرض معين ممكن يوصي خلال حياته للحق الأب، نعم يوصي أنه مثلا في شخص معين أبي هو يدير أموال الأبناء بعد وفاتي. إذا الأب ما حط وصي، يعني ما اختار وصي، فمجلس الولاية على أموال القاصرين هي تحدد وصي هنا، فنسميه الوصي المعين، وهذا الشخص يقوم بإدارة أموال القاصر. يعني إدارة أمواله طبعا في حدود أعمال الإدارة، يعني مثلا يقبض الإيجارات، يقوم بالأعمال النافعة، مثلا إذا في تبرعات للقصر ممكن يقبلها، ولكن في أعمال معينة لا يمكن أن يقوم به الوصي إلا حتى الولي نفسه. يعني لما يورث الولد من أمه، والولي طبعا هنا أبوه، في هالحالة ما يقدر الأبو يتصرف في أموال ابنه، تصرف اللي نقول احنا يبيعهم، يرهن أمواله، يعني خروج أموال معينة من ذمة اللي هو القاصر. فالأب هني لا يجوز له عمل ذلك، وتصرفاته تعتبر باطلة. حتى إذا كانت دكتورة هناك تجارة مثلا، تجارة معينة مضطر أنه يبيع يشتري، لازم إذن من مجلس الولاية على أموال القاصرين. يعني أي الإدارة يعني ما فيها إشكالية، لأن ما تخرج الأموال من ذمة القاصر، لكن اللي تأدي مثلا بيع عقارات القاصر، رهن عقاراته، اقتراض أو إقراض القاصر مبالغ معينة باسمه، ففي هاي الحالة لازم يأخذ الولي إذن من مجلس الولاية على أموال القاصرين حتى تصبح تصرفات. دكتورة، شو الفرق بين الوصي والولي؟ ذكرنا إحنا الولي هو يا الأب أو الجد. نعم. طبعًا إذا الأب أو الجد مو موجودين متوفين فبيكون هناك وصي. الوصي طبعًا هني المجلس الولاية على أموال القاصرين يحددون أقرب شخص للشخص ويكون موثوق منه. ويقترح دائما من اقارب الشخص من يكون هذا الوصي عليه. متى تنتهي دكتوره يعني الوصايا او الولايه؟ طبعا تنتهي الولايه ببلوغ القاصر سن الرشد اللي هو 21 سنه، خلاص عقبها يتولى اداره امواله بنفسه. واذا خلينا نقول توفى القاصر فهني تنتهي الولايه، فبيتم توزيع تركه القاصر على من يستحقونه بعده، او وفاه الوصي ويتم تعيين وصي اخر عنه. نعم. معنا اتصال دكتوره من القائم باعمال الوكيل المساعد لشؤون اموال القاصرين بوزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف، السيد عبد الله الاحمدي. مساء الخير استاذ. نور، الله يطول لي عمرك. يا هلا فيك في برنامج الراي. الله يخليك ويسلمك ان شاء الله. الله يسلمك. استاذ عبد الله، شنو طبيعه عمل المجلس واختصاصه؟ الله يطول لي عمرك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد
هو كما معروف الله يطول لي عمرك ان اداره اموال القاصرين هي من الادارات القديمه التي تاسست يمكن في عام 1938 تقريبا، وهي احد الادارات التابعه لوزاره العدل والشؤون الاسلاميه، وهي انشات اساسا لخدمه القاصرين بشكل خاص. وفيما يتعلق الله يطول لي عمرك بطبيعه مجلس الولايه على المال فهو هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي يشرف على عمل الإدارة يعني أساسا، ويختص بالنظر في الطلبات الواردة حق الإدارة. وهذه المجلس الله يطول عمرك تتكون من برئاسة سعادة وزير العدل ونائب وكيل الوزارة وثمانية أعضاء يصدر فيهم قرار بسمو الأمير الشيخ خليفة رئيس الوزراء الله يحفظه. نعم أستاذ، كيف مدته؟ طبعا كل سنتين يتجدد هذه المجلس. نعم أستاذ، كيف تحل لكم القضايا وشنو هي يعني آلية المتابعة في حال تم تعيين شخص يدير أموال القاصر؟ الله يطول لي عمرك، يعني تحل لنا القضايا هو الجهة المختصة في الحكم بالحجر هي المحاكم الشرعية. نعم. في البحرين، ويتم تحويل الأحكام إلى إدارة أموال القاصرين أو عن طريق ذوين الشأن اللي هم يعني يقدمون في الإدارة أو عن طريق البريد الإلكتروني في حكم بالحجر أو في أي تلك فيها قصر، فتقوم الإدارة بفتح ملف لهم ويتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المعروفة يعني عندنا، ويتم تعيين عادة الشخص اللي هو كان سواء كان عد وصي أو مقيم أو مشرف، وتقوم الإدارة بالإشراف الرقابي على هذا الشخص الذي يتم تعيينه طبعاً وبقرار بالموافقة من المجلس. شنو آلية المتابعة أستاذ؟ هو لازم الله يطول لي عمرك ناخذ عليه إقرار، يعني إنه يقدم لنا كل مثلاً 6 أشهر أو كل سنة تقارير مالية مؤيدة بالمستندات دالة على صحة هذه التقارير ومراجعة من جهات محاسبية مختصة وتقدم للمجلس. نعم. بالمستندات طبعا الثبوتيه وتعرض على المجلس، واذا ارتأى المجلس ان هناك في قصور في عمل الوصي او القيم تعرض على المجلس ويحاسب محاسبة قانونيا اما بالعزل او اللجوء الى القضاء. نعم استاذ، هل تنطبق خدمات المجلس لجميع القاصرين ولا يشترط ان يكونون القاصرين بحرينيين؟ لا الله يطول لي عمرك، هو طبعا اي واحد بحريني ينطبق عليه ايا كانت ديانته او موطنه ما دام هو بحريني ينطبق عليه قانون مجلس الولايه على المال. وكذلك لغير البحرينيين اذا كانت لهم محل اقامه يعني في البحرين يطبق عليهم قانون مجلس الولايه او عده يعني موطن له او اخر موطن له، حتى لو كان غير بحريني او غير مسلم يطبق عليه قانون مجلس الولايه على المال. نعم أستاذ، شنو هي أغلب القضايا اللي يعني ترد إليكم خاصة فيما يتعلق بالحجر؟ مثل ما قلت لك أستاذ، إنه المحكمة الشرعية هي اللي تصدر الحجر طبعاً على الشخص، وبعد ما نستمح للحكم إدارة مال القاصرين عادة هي القضايا دائماً تكون يا في مال موجود عند المحجور عليه أو ما في حكمه وكان يعني كان قاصر او كان محجور عليه او كان حتى سلمت الله اللي محكوم عليه بعقوبه سجن لمده اكثر من 3 سنوات. نعم. وكان له مال او له عقار او له ورث او من تركه من والده او من امه، فاداره اموال القاصرين هي اللي سلمت الله تدير الامور او يتم تعيين وصي عليه من اذا تقدم احد من صوبهم، يعني نحن نبي نكون اوصياء على المحجور عليه، ويعرض على المجلس، واذا وافق عليه مجلس الولاية على المال يتم اتخاذ الاجراءات اللي قلت لها لك، يعني نعطيه لكن يتم مراقبته والاشراف عليه، وتعرض هذه التقارير بالمستندات الثبوتيه على المجلس الولاية وتصدق عليه طبعا. نعم، هل يقوم المجلس باستثمار اموال القاصرين يعني طول مده الولايه او الوصايه؟ طبعا اكيد استاذ، يتم استثمار هذه المال، وعندنا احنا يعني 3 محاور رئيسية و4 محاور إذا كنا بنستثمر مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب. هذه المحاور سلمت لها لابد أن يكون الاستثمار مطابق للشريعة الإسلامية أولا، لابد أن يكون الخطر قليل،
التراب يكون مضمون رأس المال، وأن يكون هناك عائد مجزي على هذا الاستثمار. نعم. يعني هاي المحاور الأربعة ما نتنازل عنها حقيقة في عملية استثمار مال القاصر أو من في حق أو من في حقهم. نعم، كل الشكر لكم على الجهود اللي تبذلونها في حفظ أموال القاصرين. سيد عبد الله الأحمدي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون أموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتورة، ماذا لو أساء الوصي أو الولي يعني التحكم والتدبر في أموال القاصرين؟ في الحقيقة من حق مجلس الولاية أن هم يسلبون من عند الولاية ويعينون وصي مؤقت إلى ما يعني يتم خلينا نقول الوصول إلى حل هذه المشكلة. الوصي المؤقت ممكن يخلونه طوال مدة اللي هو الفترة اللي يكون فيها الشخص قاصر حتى يبلغ. نعم، الوصي دائما يكون من أقارب يعني القاصر؟ قد يكون من أقارب القاصر، وقد تكون إذا ما عندنا وصي قد تكون إدارة أموال القاصرين هي الوصية. هي نفسها اللي هي نفسها. نعم، يعني إذا الشخص ما عنده أقارب لنفرض يعني لا عنده أب ولا عنده عمام ولا شيء، فالإدارة هي تتحمل هذه. زي هل يجوز للقاصر أنه يعني أو الواضح أنه ما يجوز للقاصر أنه يدير أمواله قبل لا بلوغة. يعني قبل بلوغة، ولكن هل يقدر يتبرع بأمواله؟ هل يقدر يبيع بعض من ممتلكاته؟ احنا لازم نفرق اليوم لما نتكلم يعني بمصطلح القاصر لأهداف قانون الولاية على المال. القاصر بيشمل عديم الأهلية وناقص الأهلية. احنا القانون نفرق بين عديم الأهلية اللي هو أقل من 7 سنوات، كل تصرفات الياهل اللي هو أقل من 7 سنوات تعتبر وفق القانون باطلة بطلان مطلق. حتى لو كانت نافعين، حتى لو جاءت أموال عن طريق التبرع راح تعتبر باطلة، لأن إذا كان هو متعاقد، لكن إذا كان عن طريق ولية بتكون تصرفات صحيحة. أما ناقص الأهلية فهو من بلغ 7 سنوات ولم يتم 21 سنة. في هذه الحالة تصرفاته إذا كانت هي بيع فبتكون دائرة بين النفع والضرر، فبتكون صحيحة وقابلة للإبطال لمصلحته. أما إذا كانت تصرفاته ضارة في ضرر محي كان يتبرع بأمواله وسياراته، ففي هذه الحالة القانون وفر له حماية واعتبر هذه النوعية من التصرفات باطلة بطلان مطلق. دكتورة، وايد نسمع عن قضايا تتعلق بأشخاص يعني قاموا بخداع أشخاص آخرين مصابين إما بخلل عقلي إما بمرض يعني نفسي أو كبار السن، يمكن بعضهم المصابين بمرض الزهايمر، وقاموا بالتعاقد معهم يعني استغلالا لحالتهم وبشكل يعني يضر بمصلحتهم. هل القانون وفر لهؤلاء الأشخاص حماية؟ نعم، المشرع أورد نصوص معينة وخاصة في قانون المدني عندنا وقانون الولاية على المال، وفر حماية لهؤلاء الأشخاص اللي نقول عنهم كاملي الأهلية، هم خلينا نقول بلغوا سن 21 سنة لكن فيهم عوارض، فيهم نعم. أمراض عقلية أو نفسية، بحيث أنها يحميهم من تصرفاتهم اللي قد تترتب عليها تبديد أموالهم أو الإساءة إلى حتى حقوق ورثتهم من بعد وفاتهم، وحتى حقوق الأسرة نفسها والأشخاص اللي هم بينفقون عليهم. لذلك القانون قال ممكن الأقارب من هؤلاء الأشخاص وحتى مثلا الأبناء يحجرون على الشخص المريض مثلا المجنون وغيره، ويأخذون حكم قضائي من المحكمة الشرعية بالحجر، وعلى المحكمة تخطر الإدارة بصدور حكم، والإدارة تقوم تعين شخص اسمه غيم. الحين ما عندنا ولي، لأن لما يكون الشخص بالغ ما راح نتكلم عن ولي، نتكلم عن شخص اسمه قيم. هذا القيم قد يكون ابن بالغ أو قد يكون أب إذا كان خلينا نقول المجنون صغير وليس لديه أبناء، فراح يكون الأب. ولازم نفرق في هذه الحالة بين عوارض الأهلية. عندنا الجنون والعتة. احنا الجنون والعتة هي عوارض تصيب، أمراض عقلية تصيب العقل. الجنون طبعا يفقد العقل، وأما العتة فهو يجعل الشخص فاقد يعني فاسد التدبير، قليل الفهم، مختلط الكلام. وهؤلاء الأشخاص إذا حجرنا عليهم عن طريق المحكمة الشرعية، إذا أبرموا التصرفات مع أي شخص راح تكون تصرفاتهم باطلة بطلان مطلق، يعني راح نعتبرهم في حكم عديم الأهلية اللي هو في حكم الصغير لأقل 7 سنوات. عندنا أيضا عوارض الأهلية اللي هي السفه وذي القفلة. السفه الشخص اللي بذر أمواله بدون على غير مقتضى العقل والمنطق. وعندنا أيضا واللي يقدرون أبناء يحجرون عليه. نعم. وذي القفلة الشخص اللي احنا نسميه الطيب بزيادة. اللي ممكن يتم استقلاله من قبل الغير. في هاي الحالة إذا أنت لك ابن مثلا وايد طيب وتحس أنه قاعد يبذر أمواله وناس قاعد تستقله، أو عندنا شخص خلينا نقول مبذر
يعني تبذير غير طبيعي، ففي هالحال أساس لصون أمواله والحفاظ على هذه الأموال ممكن يتم الحجر على هذا الشخص، وممكن يرفع الحجر لما الشخص مثلا يرجع بحالته الطبيعية. إذا تم الحجر طبعا راح تقوم المجلس الولاية على أموال القاصرين بتعيين قيم، إذا كان سفيه وذي القفلة راح يعامل كأنه قاصر، كأنه ناقص الأهلية، يعني كأنه عمره أقل من 21 سنة، يعني معناته إذا بيتبرع بتكون تبرعاته باطلة بطلان مطلق، إذا بيبيع وبيشتري بتكون التبرعات صحيح، بيكون التصرف صحيح ولكن قابل للإبطال لمصلحته. نعم دكتورة، طبعا أنت قلتي عن الزهايمر. نعم الزهايمر ممكن يأخذ حكم الجنون والعتة، يعني هي أمراض تصيب العقل. إذا ثبت بتقرير طبي أن الشخص وصل في الزهايمر إلى حد أنه هو يفقده عقله ويفقده الإدراك بحيث لا يميز بين الأشياء وينسى كثير، وممكن نعتبره في حكم الطفل. ففي هالحالة ممكن أن أبنائه يحجرون عليه على أساس ما يتم استقلاله من قبل أشخاص آخرين ويقوم يتبرع بأمواله في هذه الفترة. لو شخص يعني أصيب بمرض يعني خلاص ما يقدر يشتغل وتم قاعد في البيت، هل المحكمة تعين يعني شخص يساعده في أنه يبرم أو يقوم بتصرفات قانونية؟ طبعا لازم نفرق، إذا كان من الأمراض العقلية قلنا هو بيتم تعيين قيم عليه وبيكون في حكم مثلا المجنون والمعتوه، لكن إذا كانت أمراض عادية يعني عبوية. واحد مثلا اكتئاب في فهذه هو يعتبر كامل الأهلية وما نقدر نوفر له مساعدة قضائية، ولكن احيانا في موانع طبيعيه تصيب الشخص مثل خلينا نقول عجز جسماني شديد نسميه. العجز الجسماني الشديد مثل انه يصيد الشخص شلل نصفي لا سمح الله، او انه يكون في ضعف شديد في البصر او في السمع، او تكون عنده عاهه مزدوجه والمشرع اشترط ان العاهه تكون مزدوجه، يعني اما اصم ابكم او اعمى ابكم. فهذه العاهة المزدوجة تجعل الشخص أنه هو ممكن إذا حس أنه هو غير قادر على إبرام التصرفات القانونية بنفسه أنه يروح المحكمة سواء هو أو ذوي الشأن يعني الورثة من بعده، أنهم يروحون ويعينون مساعد قضائي وأنه يساعد في إبرام هذه العقود، يعني هو ما يقدر يبرم العقد إلا بوجود هذا المساعد القضائي. نعم دكتورة، لقاءنا معك بيتجدد أكيد في الأسبوع الجاي يوم الأربعاء في الفقرة القانونية مثل ما تعودنا. شكرا لك دكتورة وفاء جناحي، أستاذ القانون المساعد في جامعة البحرين. شكرا.